شحال في عمره هذا؟ 3 سنين و 3 شهور. 3 سنين و 3 شهور. 2 2 تبارك الله. هذا دابا غير كنسيوه مازال عادي لله عاد كنسيوه. يعني عاد تدريسيه؟ تدريسيه. واش كمل دريساج ولا نص دريساج ولا؟ لا مازال عاد حول مره عادي لله هاد اليومين. هاد اليومين ان شاء الله ما يكون الخير. السلعه ديالك مقدم كلها غتكون بخير، انت راجل طيب ما تخاف والو. هذا يلاه تنيو فيه واحد الراس عنده النيوفه ديالو بحال فيرسا. شتي النيف ديالو ماشي بحال خويو العادي الاخرين، النيف ديالو داير بحال الراس ديالو بحال فيرسا. هذا الله يبارك. غيكون كيشبه شي جدو كان فيرسا ولا شي واحد من العائله ديالو. تبارك الله ما شاء الله. انت شوف راه مازال يلاه عاد تيدريسيو هادي. الله يسخر لك المقدم. امين. تحياتي لولاد الزبيد. وتحياتي للمغاربة في العالم. وكتعجبني المقدم، كتبغي تولع وتعيش الحياة، صحتك وراحتك. كل شيء هنا في المغرب. الخيول يكسبوها الناس باش يشوفوا جواد، باش يشوفوا فرسان، باش يشوفوا من بلاد البلاد، من الدار البيضاء، من الرباط، من وجدة، من أكادير. كيتعارفوا. كيتعارفوا بيناتهم. هذا هو التعارف رحمة. رحمة. كلشي كيعطي تجربة شي، وكل واحد كيوري الاخر العود. بلاصة العود كيديك غير البلاصة المزيانة، يجلسك مع الناس المزيانين. الحمد لله. كاينة كيلاقيك مع الناس المزيانين. مع الناس الملاح. ما تلقاش شي حاجة فيها. لا لا. كلشي غير الثاني كيبقى ذكر القرآن. ذكر القرآن الحمد لله. هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله. كتلاقاو مع الناس بحال هذا وجوهنا طيبين زوينين وباش وشين. شوف اخوتي. ما شاء الله الخير. شوف والله الا مازال الخير في البلاد، ومازالين مسلمين، ومازالين محسنين. اللهم لك الحمد. ومازالين الناس كرماء، ومازال الخير. راه ما تقطع الخير تتفنى الدنيا. هذه داخله في الدم الداخل هذه. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. تحياتي لك المقدم. الله يبارك فيك. نشكرك على خير. لك السي عبد العالي. الله يحفظك. نهارك مبروك. بسم الله الاخوه الكرام، تحياتي لكم اينما كنتم، واخوكم عبد العالي راه ديما حاضر معكم في المواسم في الاسواق. وفهادشي ديال تربية الخيول وراكم كتعرفوني. ودابا بغيت نشارك معكم أول مرة أنا بعدا كنلقى فاسي كيتبورد ومقدم الخيل. هو فاسي دوريجين. أنا غادي نقدمو لكم أخوتي وغيعاود لكم. ماشي ما عمري صراحة الله أنا حياتي كلها ما عمري شفت فاسي كيتبورد. أول مرة هو هذا خونا بنالي. تحياتي لك اخويا. مرحبك السي عبد العالي، تبارك الله عليك. وشرف لي نكون حداك. وهذا نهار كبير هذا. لينا الشرف. وتاينا شرف لي، وبغيت نشارك. تبرتي معنا وتبورتي معنا. تبورت معك وعجبتني التبوريده معك، ما شاء الله عندك الطابلو وعندك كل شيء. مرحبا تبارك الله. وواحد القضيه الاخوان، انا البحر راني ركبت مع الفاسي، واليوم غنركب معاه، حيت كنركب مع اربعه السرب، كنركب مع هذا ومع هذا ومع هذا، اللي طالع كنطلع معاه بحكم كلهم صحابي وحبابي. المهم دابا بغيتك اخويا الفاسي غنناقش معاك الامور ديال كيفاش تبليتي بالخيل، وبحيث الناس دابا ما تعرفوش فاسا كيركبوا على الخيل. راك يعني عارف ان فاسا معروف لهم الملحون، معروف لهم الطرب الاندلسي، يعني ناس كما ماشي زعما صراحه الله ما عرفت ما نقول لك في هذه القضيه هذه. غتجاوبني اخويا سيدي داكشي بلي ديال الجدود وهذه. انا باين جدي كان كيركب. باين جدك كان كيركب في التاريخ ديالو في واحد الوقت. مولاي ادريس الزرعون. مولاي ادريس الزرعون. تبارك الله تبارك الله. والعائله ديالك انتيا فاش خلقيتي انت وقبل كاع فاش خلقيتي لقيتي شي عمك كيركب شي خالك؟ ما لقيت لا عمي كيركب ولا با ولا خوتي ولا حتى واحد. هذا هو السؤال اللي بغيت نعرف. ما عقلش انا صغير كيعاودوا لي والديا كيعاودوا لي كيقول لي كنا صغار كنخرجوك بحال دابا هكا كتشوف شي عاود خصك تركب. انت ملي كنت صغير؟ انا براسي ما نعقلش انا هما كيعاودوا لي. كيعاودوك بحيث كنت صغير؟ الا ما ركبتش كنطيح في الارض كنبقى نفركل لهم خصني نركب. سبحان الله العظيم. داك الشيء سبحان الله من الصغر هذه الموهبه. تبارك الله. وركبت عند المسفر فاش كنت صغير. اييه عند الحاجه عند المسفر في الكلوب. كلوب المسفر. كنت واقيلا كدير لي بالاد. كنت كندير لي بالاد، كنت كندير لوبستاكل. تبارك الله. اذا عندك ليكسبيريونس من الصغر. عندي ليكسبيريونس من الصغر، غير ما مشيتش في ذاك الميدان ديال لوبستاكل وداك هذا. خساريت الميدان ديال التبوريضه وشي حاجه ديال التراث اللي كتمثل الاجداد وتمثل شي حاجه ديال التراث ديال البلاد ديالنا. نعم نعم.
انا دابا تشوف فاسا بحالك انت دابا غير سي بي ايرات وغير بولدوين وغير طوموبيلات كدا وانت انا في ما كان شي موسم تلقى الفاسي تنعرفك انت انا بعدا انا تنعرف الفاسي كيكون حاضر بقوه الاقصائيات كنلقاك ولكني كنقول واحد النهار خصني ضروري ندير مع الفاسي فيديو وجابت القدره هذا النهار نعطيك هنا نعطيك واحد النقيطه واحده اي مرحبا بك بعدا تقدم لنا راسك الاخر انت عارف سميتك صافينا السعاده تبارك الله عليك اخويا بن هاشم سي محمد نعم والتربيه ديال المدينه الناس القدام ديال المدينه نعم كانوا التقاليد ديال العلويان وديال كانوا كيدخلوا يجيبوا الذبيحه ديال ذبح الامام ويدخلوها للقصار نعم. وداكشي راه كاينين قد داك الموهبه من داكشي من الطفوله كنشوفوهم في المدينه هابطين بالدمايات وراكبين على الخيل كيديروها في العيد الكبير هاد القديم دابا راه باقيه في مدينه فاس مازال في مدينه فاس كيديروها غير هاد العيد غير هاد العيد الكبير نعم عاودوها الشرفه نعم وراه كاينين فيديوهات كاينين لا تفرجت فيديوهات ذبحوا الذبيحه في المصلى وجابوها دخلوها للقصر وجايب بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام وفي المدينه كامله هابطه نعم. والناس كتستقبلك بالحليب والتمر داك التقاليد ديال الناس ديال المدينه القديمه هل الفاس والله يا خويا كتهضر دابا داتي كتشوك عليا لحقاش هادي شوف التقاليد كاينين غير فاس غير فاس غير في المدينه غير في المدينه القديمه نعم الدور المغرب كامل ما تشوفش هاد التقاليد كاينه في فاس فقط نعم اللي كانوا واحد الناس جدود جدودنا ولا والله عالم حنايا هادشي كتسمعوا غير من والدينا ابان على جد نعم هادشي تخاد على ابان عن جد نعم وتوارث توارث والحمد لله كنتمناو ما تفقدش هاد نعم هادو كيعيطوا لهم هاد اللون هذا هاد اللون ما يتفقدش ونعلموا الشباب ديالنا اللي جايين اللي طالعين هاد الجيل اللي طالع نعم. نعلموهم يركبوا نعلموهم يكتبوا ورضوا نعلموهم شنو هو الخيل نعم. وشنو معنت الخيل نعم. هذا هو اللي بغيت هذا هو الهدف قلت لك هادو اللي كيهزوا الضحية في العيد الكبير وكيسيسوا الخيل في المدينة وكيهزوا كيهزوها من القصر نعم وكيهزوها من بعد ما كيذبح الإمام نعم كيهزوها فوق الخيل كيهزوها فوق الخيل وكيديوها عاوتاني يردوها للقصر يردوها للقصر باش تما تكمل تفركل تفركل لا تكون مازال كتفركل نعم وراح الدورة كبيرة لا لاحظتي على القصر دورة كبيرة لا شتا تبارك الله تفرجت داك الفيديو وكنت باغي ندير معاهم واحد الفيديو ولكني كتجيني مع العيد الكبير هاد الناس هادو جيران ديالنا عندهم واحد العرصه كبيره كانوا كيربطوا فيها الخيل نعم انا من حليت عيني صغير كنت كنطلع غير مش الشرجم كيبانوا لي الخيل كنبقى النهار كامل وانا كنشوف بحال الله داك الخيل طلل عليهم طلل عليهم الهبوط نعم هذا واحد السيد جارنا نعم كيشوفني ديما تابعه وكنسبق على رجليه وهما راكبين وانا غادي نعم شدني هزني ركبني فوق العاود قال لي ها انت برد الساكن تبارك الله هذاك السيد الله يرحمه مات ومازال هذاك الهضره اللي قال لي مازال في دماغي سبحان الله العظيم قال لك ها برد الساكن بحال اللي يحس بك من بلي من صغرك مولوع سبحان الله العظيم برد الساكن سبحان الله العظيم شوف دابا الاخوان بحال دابا هذا الاخ الفاسي وهذا مولاي هاشم دابا هذا ما تلقاش بحالو دابا دري بحالو ما تلقاش جالس معانا بقى في لابيسين اولا فشي بلاصه شي بحر اولا فشي كافيه كليماتيزي ما يجيش بالسياره ديالو فهاد الحراره وغادي كيهز السروجه وكيتقاتلوا يبنيو الخزانه حيت هذا عيط لواسي هذا كنبدا نسال حالك انت معذب ديالك اخويا مولاي هاشم هاد الشيء هذا انت حيت انا شفتك النهار اللي كنتو كتبني وكتجي وكتجري وكتجيبوا الخزانه وتكدا كنت شفتك انايا انا اش نقول لك انا كبرت مع واحد جدي الله يرحمه ويرحم جميع ام سيدنا محمد الله يرحمهم اجمعين النهار ديال السبت عرفنا الخيل طفولة وعرفنا شنو هو الركوب وعرفنا شنو هو الحيوان كيفاش كيتعامل معاه الخيل كيفاش تتعامل معاه كنا كنتمناو بعدا اللي اول حاجه واخر حاجه بغيت نقولها كنتمناو من الناس المسؤولين ينظروا لهاد التراث ويحافظوا عليها ويعاودوا يحاولوا فيما امكن يساعدوا الشباب اللي ازيد السيوله كيبغيو يركبوا نعم تفضل مؤخرا ولينا كنشوفوا الجفاف كنشوفوا ما كاينش دعم وما كاينش تعمين الخيل وكاينين ناس في الخفاء كيدعموا مسؤولين ما كاينش تقديم يد المساعده ما كاينش تقديم يد المساعده وكاينين الناس ما في حالهمش وكيدعموا ولو غير الدعاء غير يعني كنتمناو من الله
وهاد المسؤولين يشوفوا في هاد الفاتورات هاد القضيه اللي قلت اخويا ما بغيناهاش تفقد. اتفق معك والله العظيم، الا كاينين الدراري بحال كنعرفهم عندهم فيرمات، الا تعيطوا لمولي الخير كيقولوا دخل هز جوج قناشي ولا ثلاثه وهز واحد 20 باله كيتعاونوا معاهم، ودراري غير بحالك جون ميسر الامور الله يسهل عليهم. انا واحد منهم كنكون دايس يقول لي دوز فيرمه هز البركه اللي عاود ديالي. انا هو ولدي، نعم. جبتو معايا باش نزرع فيه داك الروح ديال الخياله والخير وشنو هو التبريضه وشنو هو. نعم. والبارح هو جالس وكيلاحظ وكيشوف كيقول لي هادي ما جابوهاش، هادي جابوها هنا فين كت هنا فين كيبدا الولاع، هنا فين كتبدا الولاع، كيعرف واش كاينه، واش كاينه الضربه، واش كاينه الضربه، كاينه لوغو، كاينه البدا ديال الضربه ولا. هذا هو الوقت. نعم. خصنا ولادنا نجروهم، نجروهم ولادنا نجروهم ونعلمهم شنو هو الخير وشنو هي التراث ديال البلاد وشنو هي موتور طوموبيل داك الشيء تكنولوجيا، هذا الشيء جاري به العمل وهذا الشيء تفرض علينا وعايشينه، ولكن التراث ديال البلاد خصنا نحافظوا عليه. خصنا نحافظوا عليه ما شاء الله. نعطيك دابا واحد المثال، في اي بيرو وفي اي اداره مثلا ولا في اي دار كتلقاها تبارك الله ما شاء الله، كتلقى الانسان داير في الدار ديالو الطابلو ديال الخيل، اولا كتلقى الخيل ديما حاطو حداه بنادم شي صوره ديال جدو اولا ديال جد جدو، وكتكون مثلا داخل شي بالي شي كذا ولا شي رياض قديم كتلقى الخيول مصورين. لحقاش جدودنا في عهد المقاومة وفي عهد الاستعمار كانوا فرونسيس وكانوا بالحديد، حنا كانوا عندنا الخيل، الخيل ما كانش عندنا الحديد، كانوا كيتحاربوا، حنا كنا كنتحاربوا بالخيل غير بالخيل. وشحال كانت الخيل تبارك الله، وكيف كانوا الناس كيركبوا على الخيل، وكي كانوا كانت الناس مولوعة. دابا حنا بغينا حاجة وحدة اللي هي هاد التراث هادي ما بغيناهاش تفقد، بغينا نربيوها في ولادنا. نعم، ما غاديش تفقد باذن الله، بحيث كاينين الرجاله وكاينين الناس، بحال نقول لك السي وسيم هذا الاخ وسيم، هذا الاستاذ وسيم، استاذ وجاي من اسفي، هاوي ركوب الخيل عبدي من عبدي، هذا عبدي الطريقه النصيريه، تحيه الطريقه النصيريه. وكما قال الاخ الكريم، هذا من اسفي من عبده وكيموت على الخيل، وهو معنا هادي دابا انا تعرفت عليه هادي 3 سنين كيركب معنا هذا الاخ، 4 سنين وتبارك الله عليه باردي فيما حطيتيه جوكر ما شاء الله عليه. انا تنعترف به في البارود هذا السيد هذا، ماشي غير انا، بزاف د المقدمين تيبغيو يلعب معاهم يكون معاهم جنبهم. رياض، وتحياتي لك اخويا والد رياض، تحياتي للاسره ديالك رياض، تحياتي انت وتبارك الله عليك صراحه، راك دير مجهود ماشي ساهل باش الانسان يدير مجهود، لا انت على بزاف ديال الاخوان صراحه في الميدان راكم كتفرجوا بالتليفونات ديالكم، شحال واحد كتجي المساله سهله اولا كيبدا كما قلتي ديك النهار التعاليق كيبدي السيم تاع هو راه شاشه السلبيه. نعم. ما قدرتيش تعطي واحد الكلمه طيبه، الا ما قدرتيش تعطي واحد الكلمه زوينه طيبه. والله يوفق والله يسخر، وراه كما قلت لك راه كديروا مجهود باش توصل المعلومه لواحد اخر اللي مسكين في داره. نعم. ما قادرش يجي لهاد الخزاين. نعم. ما كيعرفش الطقوس كيف دايره. نعم. اولا ما كيقدرش يمشي للسوق. نعم. انا واحد منهم مثلا، ولا هذا صاحبي، ولا راه كنبغيو نجيبو خبر السوق اشنو فيها، شحال هاد الخيل اشنو وقع هنايا، السوق طالع السوق نازل، كتقربوا داك الصوره اللي كندير واحد الجهد باش نقربوها. انا واحد انا نقولها هنايا في الفيديو عندك. نعم. الله يجازيكم بخير، اللي ما قدرش يعطي شي حاجه يعطيها كلمه طيبه في سبيل الله. صلاه على النبي، ما نجيش للامور السلبيه وبدا نقول له هذا شفار هذا نصاب هذا، باش غينصب لك انت كاع مثلا، اش غادير هاد الناس هنا؟ هاد الموضوع بابا زعما الله يهديهم كيما قال، حيت كاينين الرجاله وكاين الدراري الصغار، واش غنديو على الدراري الصغار ما نديوش عليهم. في هذا الدومين ديال الخير راه كيبغي. وبالمناسبه كنحيي المقدم السي محمد بناني، راه تبارك الله عليه وصلات على النبي. تبارك من المقدميه الجداد، ولكن راه اش نقول لك راه زوين، انا ركبت معاه زوين والله يسهل عليه صراحه، ركبت معاه الناس كاملين اللي معاه، ركبت معاه زويون صغار لا كبار صراحه، الله يوفقه هادشي اللي نطلب منه والله يسخر له، الله يسخر كاع جميع البارديه اللي كاينين هنا. وانا طلعت معاه تيطلع الطابلو، كنت كنتفرج فيه كيطلع الطابلو، الطابلو هو اهم حاجه، ملي كتكون فوق في راس المحرك وكتشوف الخيط جايين الراس على الراس، راه المقدم هو اللي كيطلع الطابلو. وكاينين مقدميه، شوف انا شهد شهاده لله، كاينين مقدميه اللي تشيخوا يوسف، انا جاي ديال تمقدميت وقدام
وما كيطلعوش الطابلو اللي طالع به هويا تبارك الله. ماشي غير هو راه كيتبدل الاخوان هنايا. نعم واحد التفرد الاخ ديال الخيول ديال التبوريده وكذا منين جاي هذا؟ هذا راه جاي من جدودنا من ايام الاستعمار وقبل الاستعمار مع هذا الرسول عليه الصلاه والسلام. كان جاي هذا الخيول حنا هضرنا على كيفاش خدينا التراث. يلا يلا ولكن النقطه اللي غنبغيو نشرحو حنايا ديال التبوريده هي كيفاش هاد المسألة ديال كيوقف المقدم وكيقاد الخيل ديالو شنو المعنى ديال هاد الشيء؟ ملي كانوا جدودنا كيبغيو يمشيو يشاركوا مثلا في شي حاجة ديال الاستعمار ولا كيبغيو شوية ما كيمشيش عاود من هنا وعاود من هنا لا كتخص الصربة تخرج كاملة. علاش؟ لأن كانوا عندهم غير مكحلة البارود مكحلة البارود ماشي هي المكحلة دابا هاد القرطاس. إذا باش يكون الجهد ضد العدو كتخص الصربة تكون في صف واحد اتحاد وتلقى وحدة اتحاد قوة تلقى وحدة كتعطي المفعول ديالها المفعول ديالها. نعم صحيح. نزيدك حاجة أخرى باش ما يطلقش كل واحد بوحده هذا هو النظام ديال التبوريدة. خلي على هذا وعلى الجهاد اللي كان في الاستعمار باش ماشي أنا نخرجها بوحدي والآخر يخرجها بوحده ما درنا والو وخا طالعين مع بعضياتنا خاصها تخرج بوم تخرج مصة هذيك الخرجة اللي غتخرج بوم هي فين كتكون الفرقة مثلا فلان فلان اللي راه خارجة من الجهاد والمقدم ديالهم هو فلان فلان اللي كتكون عندهم اللعب ديالهم معروف باش ملي غيبغوا يخرجوا راه غيتصنتوا المقدم اللي غيلقى هو عينو ميزانو كيعرف العدو شحال بقى ليه وفوقاش خصو يخرج باش تزيد ضربة مغيزة. نزيدك حاجة أخرى في التخراج أشنا هي الحاجة اللي كتعاونك باش ملي تشعل العدو وتعرفوا فين كاين وتعرف الضربة ديالك واش غتجي فيه ولا لا يا ودنين العود عندو ودنين العود ملي كتكون كيقول فوق نصاص الخيل ملي كتخرج كاين الطريقة اللي كيلعبوا بها هنا ولا الطريقة الشرقاوية كيديروا الكحل الفوق هذيك كتبقى يلعب ولكن في طريقة الجهاد ملي كيكون العود غادي هو اللي كيعطيك هو النيش هو اللي كيسيب لي العدو بوديه وانت ملي كتعود المكحله بحال الطريقه اللي كيلعبوا بها النصيريه هي الطريقه النصيريه ملي كتهز الخرطه والكفه كتكي المكحله ديالك على ودني العدو كتنيش بها. هاد المساله هادي راه خاص الانسان يفهمها عاد كتجي المكحله ديالك هاكا هاديك كتسمى ديال وبزاف الامور اللي غنجيو ناقشوها في هاد الميدان ديال البارود راه شي لا ما يتقال و النقطة هذه اللي قال السي الاستاذ وسيم لاحظت انا مقدمية كبار كيخرجوا فوق بين ودنين ديال العود كيحط الجابة هكا فوق ودنين ديال العود وكيخرج هذوك شادين الاصل شادين الاصل من الاصل اما اللعب كيبقى عالي بلا خرج هكا واحد الحاجة الاصل راه ملي كتسمع واحد الحاجة انايا والخرطة وعاد القرنة والخرطة اي واحد الحاجة اللي لاحظتها في الخيول في الخيول كاملة الضربة ملي كتكون ساوية الخيل كتلقاه ناشط ناشط العود كينشط الخيل ما كيرصاش سبحان الله العظيم كتجي واحد واحد بحال اللي حقق واحد الانجاز سبحان الله العظيم والخيل لا ما سمعش داك الضربه كما هي خصها تكون الخيل ما كيرصالك الشاب بقى ماشي كعواجي تولي خرج لك على الاخ نعم التيران تولي ما عرفت شوف سبحان الله العظيم هذاك راه كيتجاوب معاك كيتجاوب معاك سبحان الله العظيم السلام عليكم سلام العود في الشط وكذا زيد مرحبا راه خاص يعرف الانسان ان عطاك دابا مكحله وانت جالس هنايا ماشي فوق العود غادي تجيك ثقيله بزاف ما نضرش كاع تلعب بها ما خاطر الا كنت فوق العود ولكن كتولي خفيفه ولكن ملي ركبت فوق العود ملي ركبت فوق العود كيولي عندك جهد اخر هذاك الجهد ماشي العود اللي كيعطيه هنا لا شوف وهنا في غادي نناقش معك واحد الامر ونناقشوا مع الاخوان دابا ولاو العظومه العميريين هذوك العظومه العميريين لا علاقه ديالها لا هذا بعدا تكلمت علاش انا فسر لك علاش وفي الفيديو يقدر شي واحد يقول لك لا بصح ولا هذاك السي كيبقى شوف ملي كتركب فوق العود كتركب بعظم مراكشي راك كتبقى ديما عندك اتصال مع العود وديما العود كيعطيك الشهر اما الا ركبتي بعود عميري راك بينه وبين الدار ديال العود بزاف بزاف راه ما عمر العود عمرك تقبل حتى الكليمه الا ما كانوش رجليك قايسين العود ما كنتيش كتنصب بركابيك تنصب بركابيك كما كيقولوا في الطريقه كيوم لي هنا سبيته سبيته كيعيط المقدم سافو كيقول ها بالي ها بالي وكاش نوقف كيقول ها بالي ونوقف راني خدام بركابيه
والكابيه راه مباشره محطوطين على العود كيعطيك الجهد ديالك. لا ومين كتصب ملي كتنصب بركابيك ما تلعبش مزيان، ملي كتنصب بركابيك كتولي خفيف فوق العود، كتولي خفيف ماشي كتولي جالس بحال اللي متقل على العود، كتولي حتى العود كيسبق بواحد السرعه وكيولي كيمشي مروح، كيمشي مروح. ملي كتركب هكا كتنصب بركابيك بحال اللي العود بحال اللي مهز زوال. نعم صحيح. ونقطه اللي مشيتي جالس كتهضر هي التكميم. نعم صحيح عندك الحق. هاد الخياله هادو كيعانيو وكاينين رابطات تبارك الله وصلت عندي فيهم جمعيات اللي في المستوى وناداو بهذا الشيء، منهم السي الناصيري الله يدخلو بخير في هذا من هذا المنبر تحيه ليه، الاخ شرف، الاخ رشيد سيكاس اللي شرف الصراحه في مستوى عالي عنده. هاد الناس هادو الاخوان دواو على المساله ديال التكميم. نعم. وكان طلبوا من الله الصوريك دير واحد الانفاته لهاد الناس لحقاش مكايناش الحمايه والسيدي ما تفتيش المسكين مؤخرا. راه مؤخرا دابا بحال هذا هو ضاع وتفرقعت له الكحله في ايدو، هاد العائله ديالو وهاد الناس ولا عنده شي وليدات ولا كي غيبقاو هاد الناس بلا يعني خاص يتعاد النظر في المساله، خاص يكون شي تامين نخلصوا هنا ولا غير تضامن ولا غير يكون تضامن. نعم كي كنشوفوا ناس كيتضامنوا مع مع ناس بوساطة. نعم. هادو راه ناس راه كيمثلوا المغرب. نعم. كيمثلوا راية مغربية وتراث مغربي. كاين عندك الحق، خاصهم يكونوا كيراعيو لهم ويوفروا لهم داكشي اللي بغاو. ونتمناو من الله هاد المسؤولين هادو يرضوا الانتباه ديالهم لهاد. نعم. لهاد اللون هذا. نعم. وهاد التراث هذا. نعم. ويكون شي حاجة اللي هي في المستوى، ونتمناو من الله الشباب ديالنا يرجع كما كان زمان، كما كان زمان يعطيهم. والشيوخ ديالنا هما هادو تبارك الله هما كاينين، هما راه هما قبل منا وعرفوا هذا الشيء اكثر منا. نتمنوا من الله تبارك الله مساكن. شوف دير معهم واحد الحوار تا هما عندهم ما يتقال، تيسيروا وتيسمعوا تا هما هادو كيدعموا ويجيبهم من مالهم الخاص. وكاينين الناس اللي ما بحالهمش وكيسمح في جيبو ويمشي يصرف على العود. والله يجيبو غير باش يشوف ذاك العود كيحرك قدامه وما يراكبش. ما راكبش وكاين اللي سامح في البقر والغلب ديالو وما يقدرش يتزعزع بحدهم واخا يعرضوا عليه العود. تيجي الموسم والموسم يجي له. تيجي الموسم يعرف ولو يوصل الطلق هو ومرا ويجي الموسم. يجي الموسم ضروري ما تهضروش معاه. كاينه. خلنا واش نقول لكم؟ كنشكركم الاخوان بعدا وشرف ليا انا حداكم نتوما، شرف ليا شرف لينا انا تكون معنا وتكون مواجد معنا حيت نتوما ولاد كتوصل الرساله.